تلامذنا الشطار في كل مكان في مصر وابنائنا في الخارج، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده واولى حلقات الفصل الدراسي الثاني. الحمد لله خلصنا الترم الاول وامتحنا، والحمد لله انا متاكد ان تلامذنا الشطار اللي متابعينا دايما على قناتنا قناه مصر التعليميه وبرنامجكم مدرسه على الهواء، متاكد انهم جابوا درجات نهائيه ودرجات عاليه جدا ان شاء الله. في البدايه بشكر يعني بابا مبسوط جدا طبعا الاستاذه فوزيه معايا النهارده، انا مبسوط جدا النهارده اول حلقه في الترم الثاني. اهلا بيك استاذه فوزيه. اهلا وسهلا استاذ سميح، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله زي ما استاذ سميح قال كل اولادنا الشطار يكونوا جابوا درجات حلوه. ايه اللي تابعونا واللي كمان ما تابعوناش يا مستر عشان ان شاء الله يتابعونا برضه؟ لا ان شاء الله اللي ما تابعوناش هيتابعونا باذن الله، وهتكون حلقه متميزه وجميله جدا. الترم الثاني اسهل بكتير من الترم الاولاني، خلي بالك. طيب بدايه احنا عندنا اربع وحدات، انا هكلمكم شويه كده نبذه بسرعه عن الوحده الاولى وهعرفكم بتتكلم عن ايه. الوحده الاولى عندنا بتتكلم عن البيئه الصحراويه. البيئه الصحراويه يعني الصحراء اللي موجوده عندنا في بلدنا ومساحتها كبيره جدا، هنتكلم عنها بس مش دلوقتي. هنتكلم عن البيئه الصحراويه والخصائص بتاعتها، هنعرف كمان السكان اللي عايشين هناك والناس اللي قاعدين هناك وعايشين زي البدو وسكان الواحات زي واحة الدخلة والخارجة والفرافرة وسيئة والبحرية، كل دول حياتهم عاملة ازاي وايه الانشطة الاقتصادية اللي موجودة في البيئة الصحراوية، وكمان هنعرف الدولة ازاي هي عملت مشروعات وخطط علشان تقوم بتنمية البيئة الصحراوية. طيب الوحدة التانية بقى استاذة فوزية تتكلم عن الوحدة التانية، بتتكلم عن البيئة الساحلية، المظاهر الطبيعية، خصائص السكان، مناطق تركزهم، المحافظات الساحلية، كمان برضو بتتكلم عن الموارد والأنشطة الاقتصادية، ايه المناطق اللي هناك، المناطق السياحية هناك، الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ودي هتكون يا مستر سميح عبارة عن ثلاث دروس، يمكن كمان الوحدة الأولى عبارة عن أربع دروس، يعني احنا بالظبط كده عندنا في الجغرافيا سبع دروس في الترم ده، عشان كده مستر سميح بيقول لكم ان الدنيا سهلة ان شاء الله. لا طبعا سهلة جدا ان شاء الله. طيب التاريخ يا مستر؟ التاريخ بقى اسهل من الترم الاول بكتير قوي، خلي بالكم. الوحدة التالتة عندنا بتتكلم عن حاجة مهمة قوي اسمها الثورة العرابية. اسم الدرس عندنا الحركة الوطنية ومقاومة الاحتلال البريطاني، هنعرف ازاي الانجليز دخلوا بلدنا وازاي هما كانوا حاطين عينيهم على مصر من زمان قوي قوي، وايه هي مراحل دخولهم لمصر، وهنتكلم عن الثورة العربية، ده الدرس الاول. اما الدرس الثاني فبيتكلم ايضا حلقة من حلقات الكفاح الوطني، سعد باشا زغلول وثورة 1919، هنتكلم عنها ونعرف كل حاجة عن هذه الثورة الشعبية الجميلة. وكمان عندنا درس مهم جدا في ثورة 19، يعني مصطفى كامل ومحمد فريد، يعني مش ممكن الاثنين دول هنتكلم عنهم. اللي مهدوا الثوره بالظبط، اللي هنتكلم طبعا عن مصطفى كامل ومحمد فريد اللي هم مهدوا طبعا للثوره، وهنعرف بعد كده بعد سعد زغلول على طول طلعت حربه وازاي عمل بنك مصر. طبعا شخصيات مهمه جدا، احمد عرابي، سعد زغلول، طلعت حرب، مصطفى كامل، محمد فريد، كل دي شخصيات وطنيه عملت ايه؟ وقفت ضد الاحتلال واستطاعت بفكرها ان هي طبعا تكون يعني ليها رؤية وليها فكر، وان هي تشجع الناس كلهم ان هم يقفوا ضد الاحتلال الانجليزي. طيب الوحدة الرابعة استاذة فوزية، الوحدة الرابعة عبارة عن ثلاث دروس، بتكلم عن ثورة 23 يوليو وازاي استمرار الكفاح الشعب المصري ضد الاحتلال، وكانت ثورة 23 يوليو اساسا عشان التخلص من فساد الحكم او الملك، وبعد كده كمان والتخلص من الاستعمار واهدافها والانجازات اللي عملتها. بعد كده بنتكلم بقى عن سلسلة تانية كبيرة جدا من الكفاح الجميل، لحرب اكتوبر، وازاي هي كانت ملحمة جميلة وملحمة العبور. يمكن الحلقة دي من احب الحلقات لقلبي اللي بحب اشرحها وبحب اتكلم فيها كتير، لانها بتبين قد ايه الجيش المصري دافع عن بلادنا واسترد اراضينا. كمان بعد كده نتكلم عن ثورة 25 يناير و 30 يونيو. عايز اقول ان التاريخ بتاعنا تاريخ مشرف، اللي ملوش تاريخ ملوش حاضر ملوش مستقبل، مهم قوي ان انتوا تعرفوا يبقى ليكوا هدف. احنا ليه بندرس جغرافيا؟ ليه بندرس تاريخ؟ بندرس تاريخ عشان نتعلم، زي مستر سامح ما قال، عندنا شخصيات جميله، عندنا سعد زغلول، عندنا طلعت حرب، عندنا احمد عرابي، عندنا سعد زغلول، مصطفى كامل، محمد فريد. تاريخ زاخر بالشخصيات الجميله اللي بيبقوا قدوه لينا ازاي بنحب بلدنا. وبرده جغرافيا، الجغرافيا دي اساس، لان احنا بنتعرف فيها على مواردنا على سكاننا. ده انتوا بتعملوا رحله وانتوا قاعدين في مكانكم. نبدا درسنا يا مستر؟
نبدأ درسنا النهاردة أول درس في الوحدة الأولى، وبنتكلم عن حاجة اسمها الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية. وقبل ما أسأل أستاذة فوزية وأقول لها يعني إيه البيئة الصحراوية، ما المقصود بالبيئة الصحراوية، عايز أفكركم تلاميذنا الشطار حتى في البداية، في بداية الحلقة بقول لك إن أنا بشكر حضرتك طبعا على المجهود اللي إحنا عملناه طبعا أو عملتيه الترم الأول، وإزاي إن إحنا يعني الحمد لله تلاميذ كتير قوي كلمونا وقالوا لنا إن الامتحان كان سهل جدا بفضل طبعا ربنا سبحانه وتعالى ثم المراجعات اللي طبعا عملناها في القناة هنا. فطبعا أنا بشكرك أستاذة فوزية قبل ما نبدأ الحلقة، وبشكرك برضه يا مستر سميح على مجهودك معانا، وحضرتك ليك رؤيتك جميلة جدا في شرح المعلومات، وأنا كمان بستفيد من حضرتك كتير. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. ونبدأ بقى الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية. تمام. طيب قبل لسه من شوية قلت لكم قبل ما أتكلم عن المقصود بالبيئة الصحراوية عايز أفكركم بحاجة، إحنا عندنا في مصر أربع بيئات. عندي بيئة زراعية، بيئة صناعية، الاتنين دول اتكلمنا عنهم في الترم الاول ومش عايزين نتكلم تاني عنهم خلاص. طيب الترم التاني بقى عندنا هناخد البيئة الصحراوية والبيئة الساحلية. طيب البيئة الصحراوية او البيئات، احنا قلنا ان بيئات مصر متنوعة لان مساحة مصر كبيرة قوي، بس المفاجأة بقى البيئة الصحراوية هي اكبر بيئة موجودة عندنا في مصر. قبل ما احرق لكم بقى الكلام الجميل اللي هنقول شوية ده ونقول كم مساحتها كام، عايزين نعرف الاول استاذة فوزية ما المقصود بالبيئة الصحراوية. طيب هو انا عايز اقول لحضرتك برضو حاجة، ان احنا عايزين نفكرهم بحتتين مهمين قوي، اللي هو مفهوم البيئة عموما اللي هو كل ما يحيط بالانسان سواء كانت مظاهر طبيعية او مظاهر بشرية. عشان كده مستر سميح فكركم بالبيئتين اللي قبل كده اللي احنا خدنيهم، اللي هي البيئة الزراعية والبيئة الصناعية. فالنهاردة هنتكلم عن البيئة الصحراوية والبيئة الساحلية. افكركم برضو بحاجة تانية عشان هنلاقيها في البيئة الصحراوية. فاكرين خصائص البيئة المصرية؟ قولي مستر. انا عشان ده مهم جدا عشان احنا هنلاقيه هنا. خصائص البيئات طبعا في عندنا التنوع، ايوه، التداخل، ذاكر يا مستر، التكامل. طبعا لسه مذاكر، لسه فاكر المعلومات. يبقى انا عندي ثلاث انواع، التنوع، أيوة، التداخل، التكامل. استاذه فوزيه بقى تشرحه. طب هو انا هقول لحضرتك حاجه، هو انا يا ترى ليه سالت السؤال ده مع انه حاجه من الترم الاولاني؟ اقول لحضرتك، أيوة، لان احنا عندنا في البيئه الصحراويه هنلاقي في البيئه الصحراويه في حاجه اسمها التداخل. تمام. يعني هنلاقي بيئه زراعيه وايضا هنلاقي بيئه صناعيه جوه الصحراء. تمام. وممكن كمان نلاقي التكامل. تمام. لان البيئه الصحراويه احنا عارفين ان هي بناخد منها المعادن، البيئات الاخرى بالمعادن. بالمعادن. تمام. تمام. وكمان التنوع زي ما المستر قال، احنا خدنا في الترم الاولاني بيئتين ودينا بناخد في الترم الثاني بيئتين، فالتنوع ده حاجه جميله جدا في مصر ربنا سبحانه وتعالى وهبنا بيها. نرجع للسؤال اللي مستر سميح قال، ما المقصود بالبيئه الصحراويه؟ البيئة الصحراوية هي المناطق اللي بنقل فيها المطر. الله، يعني كده في صفة أساسية، اللي يقل فيها المطر يكاد يكون نادر، نادر يعني نادر جدا جدا إن نلاقي مطر، يعني كده المرادف بتاعها إن نلاقي جفاف. كل ده مفهوم واحد. يبقى أنا لما أقول المناطق اللي بيقل فيها المطر أو يندر فيها المطر، يعني معنى كده إيه؟ إني أقول يسود فيها الجفاف. يمكن قدامنا دلوقتي على الشاشة صورة ليها. إيه ده؟ ده في حشائش صفرة، مفيش حشائش مناطق خضرة، البيئة بتتميز هنا باللون الأصفر. خلينا علق بقى على حتة قبل ما نخرج بسرعة. هو حضرتك قلتي يقل فيها المطر، من شوية كان فيه مطر، عايزين نقول لهم إن المطر نادر، بس لما بيسقط يسقط إمتى بقى؟ بشكل فجائي. ده ممكن ما يتمر عدة سنوات ولا يسقط. وممكن قد يسقط يسقط على شكل سيول. بعد السيل ممكن نلاقي الحشائش اللي موجودة قدامكم دلوقتي على الشاشة. تمام. بعد السيل نلاقي الحشائش اللي قدامكم، بس خلاص ما احنا هنقعد سنين بعد كده، اهي اتحولت الحشائش الخضراء لايه؟ لاعشاب صفراء، اهي شوية هتختفي، ماشي كده. نبص نلاقي ان البيئة هنا يسودها ايه؟ الجفاف والفقر الشديد، ده اللي احنا عمالين نشوفه في الشاشة. في النبات مش لاقية شجرة، ده نلاقي بعض النباتات البسيطة. طب ندرة الحيوانات، ندرة، مش معنى كده اني ما بلاقيش. يمكن الصورة اللي قدامنا دي مثال لواحة، لان الواحة دي جزء من الصحراء،
ويمكن دي قدامنا مية، قدامنا اهي مخرط سيول سقطت من مكان مرتفع او ابار او عيون، تمام؟ ده مخرط سيول اعتقد. ده دي مخرط سيول، تمام. سقطت امطار بشكل فجائي على بعض المناطق المرتفعة تعمل المجرى اللي قدامكم بالشكل ده، ويبقى عندنا مية ويتتكسي البيئة الصفراء اللون دي باللون الأخضر الجميل اللي فيه الأعشاب دي، ونلاقي ناس بدأوا ها يشتغلوا اهو في المناطق دي ويعملوا حاجات معينة، عشان هم برضو ممكن يشتغلوا على رعاة، ممكن يشتغلوا ياخدوا حيواناتهم ويجوا هنا يعملوا رعي وهكذا. لكن بعد كده تنظر هذه المطر خلاص بيختفي، ونقعد سنين مفيش أي مطر، ينظر نبات ينظر حيوان، ونلاقي سطح البيئة دي مغطى بالرمال، ممكن نلاقي حصى، ممكن نلاقي صخور. لكن أنا بشكر الإخراج اللي جاب لنا الصور الجميلة دي، لأن دي أكتر حاجة بتساعد على الشرح والفهم، إن عينك ترتبط بالبيئة بشكل البيئة اللي قدامك يمكن أنت تقدر توصفها بعينك، ولا إيه رأيك يا مستر سامي؟ طبعا، يعني كون إن أنا أشوف المعلومة بعناية زي ما شايفين على الشاشة قدامكم، مش ممكن أنسى المنظر أو المشهد ده نهائي. يعني زي ما الأستاذة فوزية طبعا شرحت باستفاضة وبشكل جميل، دي مخرات للسيول. يعني طبعا هناخد كمان شوية ان السيول لما من مشكلات البيئة الصحراوية السيول، ودي لما بتنزل المطر شديد جدا، لان السيول طبعا معناها المطر الشديد جدا، بتنزل بشكل فجائي فجأة، وبتعمل زي ما انتم شايفين تلامذنا الشطار في كل حتة. زي ما انت شايف سيل ده بيكون جارف. جارف يعني ايه؟ يعني لو في اي مباني او اي حاجة موجودة او محاصيل زراعية او اي حاجة موجودة قدامه، تمام، بيقوم بتدميرها، وهنتكلم طبعا عنها في الدرس الرابع ان شاء الله. للأسف يا مستر سميح، انت حضرتك لو شفت الصورة اللي قبل اللي سبقت الجزئية دي، انت شفت المكان اللي كان فيه المية. المية دي لما خلاص بتختفي بتبقى هذه الارضية بتبقى عبارة عن وادي جاف. فهذا الوادي الجاف بيبقى مكان لوجود المياه الجوفية اللي هي عبارة عن الأبار. فالناس بتنسى موضوع السيول لأن بنقعد سنين عقبال ما يجي تاني، وبعدين تبدأ تزرع وممكن تعمل عيشة صغيرة تعيش فيها. فيجي زي ما حضرتك قلت بالظبط، يجي السيل الجارف ده يروح مكسر كل اللي حواليه ويدمر المناطق الزراعية دي، ويدمر كمان الـ البيوت اللي عملها الناس. ده انا عايز اقول لحضرتك كمان، وده هنتكلم طبعا عنه، تمام، ان من كام سنة كان فيه سيل طبعا في العريش ده، كان تمام، سيل قوي طبعا. يعني طلابنا الجمال اللي موجودين في شمال سيناء اكيد يعرفوا الموضوع ده، وفي جنوب سيناء كمان، ان السيل ده بيجي في شبه جزيرة سيناء مطر كبير كتير جدا جدا، تمام. وسيل العريش ده عايز اقول لكم ان هو دمر مناطق كتيرة قوي. عشان كده الدولة عملت سد اسمه سد الروافع، وهنتكلم عنه. بيجمع المياه دي كلها من وسط سيناء ومن جنوب سيناء، ويمشي لحد ما يسقط هذه المياه، ودي انا شفتها بعناية، في البحر المتوسط فوق في مدينة العريش، تمام. علشان كده طبعا ده جهد من جهود الدولة اللي هي بتقدر ان هي يعني تقف للسيول، او ان هي تواجه السيول بطرق معين. طيب، يبقى البيئة الصحراوية المناطق اللي بيقل فيها المطر، مفيش مطر كتير، مطر قليل جدا، وكمان النباتات يعني فقيرة مش موجودة فيه. طبعا زي ما شايفين قدامكم على الشاشة كل اللون الأصفر اللي موجود قدامكم ده، طبعا ده البيئة الصحراوية، واللون البني برضو في بعض المناطق برضو، بس دي هنتكلم عنها يعني ايه برضو. لان طبعا لو في يعني لو في خريطة تانية اخرى تلاقي فيه لون الصحراء، يعني دايما مصر من بعيد كده لونها اصفر، تمام، تلاقي دايما واخده الشكل الاصفر، هي واخده عامله زي زهره اللوتس بالظبط اللي واخده ورقه شجره على جنب كده، اللي هي زي اللي هي الفيوم والتاج والزهره اللي هي الدلتا، والفرع بتاعها اللي هو فرع الورده دي اللي هو وادي النيل. الجزء ده كله بقى اللي هو الاصفر واللون اللي هو كمان على الشمال ده اللي في الغرب، اللون البني اللي فوق ده او الرصاص اللي فوق ده، هو كمان ده تعتبر بيئه صحراوية. طبعا الصحراء عندنا وهنعرفها دلوقتي بتتقسم الى ثلاث حاجات، تمام. طيب، البيئة الصحراوية في البداية هي مساحتها 96%، ركز كويس جدا في النقطة دي عشان دي بتيجي في امتحانات كتير قوي.
عندي البيئه الصحراويه مساحتها 96%، يعني احنا قاعدين طيب 4% تقريبا، 4% اللي هي طبعا نهر النيل والسواحل اللي هي البسيطه على يعني البحر مثلا الأحمر. لو احنا عندنا بيت كده مثلا من 20 اوضه، روحنا اتلمينا كلنا في اوضه صغيره وسيبنا الباقي فاضي. لا ده اقل من اوضه يا فندم، ده دخلت البيت دخلت يعني حاجه صغيره جدا. عايز اقول لكم حتى يعني 4% دي حاجه بسيطه قوي. سايبين الصحراء كلها، احنا مساحتها 96%، وطبعا هنتكلم وهنعرف ايه جهود الدوله دلوقتي في او مشروعات الدوله دلوقتي علشان يقدروا ان هم يقوموا بتعمير هذه الصحراء. وفعلا في مشروعات بتتعمل دلوقتي وفعلا شغالين فيها. طيب. ومن اهم طبعا مشروعات الزراعيه زي الفرافره، واحه الفرافره اللي هو مشروع المليون فدان هناك، اللي طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قدر ان هو يعني يحط المشروع ده ضمن المشروعات المهمة جدا عندنا لتنمية الصحراء وتنمية البيئة الصحراوية. طيب. وتحويلها الى اراضي زراعية. طيب نشوف مع بعض التقسيمات او انواع او اقسام البيئة الصحراوية عشان نكون دقيقين. الصحراء الغربية دي طبعا مساحة كبيرة قوي. طيب. هنعرفها دلوقتي بقى وهنسأل استاذة فوزية. طيب. مساحتها كام؟ طيب. ونعرف الحدود بتاعتها ايه استاذة فوزية. طيب وفي كمان نديلهم بقية التقسيمات بالمرة ونمسك صحراء صحراء. اوكي نشوف مع بعض. الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء. يبقى أنا عندي زي مستر سميح مقال مساحة البيئة الصحراوية كلها في مصر 96% من جملة مساحة مصر، الصحراوات والثلاثة الصحراء الغربية الصحراء الشرقية شبه جزيرة سيناء. بس أنا كنت عايزة أقول برضو حاجة يا مستر قبل ما ندخل في كل صحراء، عايزة أرجع للخريطة تاني وأفكرهم بحاجة بألوان الخريطة. المفتاح بتاع الخريطة اللون البني الغامق ده هي الاكثر ارتفاعا، يعني كل اللون البني الغامق ده يا مستر سميح هي المناطق المرتفعه جدا زي الجبال والهضاب. ولو بصينا كده على اكتر المناطق ارتفاعا في الخريطه دي هي اللي في شبه جزيره سيناء. المثال الجبل عندنا اللي هو اعلى قمه جبليه في مصر اللي هي سانت كاترين، وعندي اللي في الصحراء الشرقيه اللي هو الشايب، وهناخدهم بالتفصيل. بس انا حبيت ان هم يفهموا حته، اوعوا تفتكروا ان الاصفر بس هنا هي الصحراء بس، لا انا الخريطه اللي قدامي دي ليها الوان، الالوان كل لون بيميز ارتفاع درجه من درجات الارتفاع. فعندي اللون البني الغامق هي اكثر ارتفاعا، اللون البني الافتح اقل شويه ارتفاعا، بعد كده هنبص نلاقي الاصفر ها هيضاب برضو اقل ارتفاعا شويه، بعد كده عندي لون اخضر الا ايه الاخضر او الرصاصي اللي قدامي ده، هبص تلاقي الا هي دي كل دي مساحه خضراء، لا مش دي كل دي مساحه خضراء، دي عباره عن اراضي منخفضه بنسميها سهول، منها السهل الساحلي ممكن تكون سهول صحراويه زي اللي جنب منخفض القطار على سبيل المثال. ايه الاخضرات اللي موجوده في الصحراء دي؟ دي سهول صحراويه. وفي كمان منخفض القطار لو بصينا مدي لون موف شويه لان المنطقه دي منخفضه يعني أقل من مستوى سطح البحر. فعندي الخريطة اللي قدامي دي هي بتدي درجات لونية بتمثل الارتفاعات، تمام عشان الأولاد يبقوا دماغهم كده صحية. إذا يعني ممكن وإحنا بنذاكر أستاذة فوزية تمام أرسم خريطة لمصر وأبدأ بالألوان بتاعتي تمام. اللي أنا بدل ما أرسم بقى بيها الحاجات التانية، لأ ده أنا ممكن أستخدمها في الدراسات الاجتماعية تمام. يعني وانا بذاكر هنعرف دلوقتي الجبال والهضاب، تعال نرسم مع بعض نرسم جبل العوينات ونلونه باللون مثلا البني، نرسم جبل سانت كاترين ونلونه باللون البني الغامق. طب احنا عملنا ايه؟ احنا درجنا بالظبط. خلي بالك دي عند نهر النيل، تلون نهر النيل باللون الازرق. طب والجوانب اللي حواليه نلونها باللون الاخضر تمام الحاجات اللي هي السهول الخضراء الجميله. طب نيجي نبص على البحر المتوسط، البحر الاحمر لونه باللون الازرق تمام. طب نعمل ايه هنا؟ لون الصحراء كلها باللون الاصفر. اذا انا بعمل ايه؟ انا بخلي عينيا تذاكر معايا تمام. ايه ده ازاي عينيا اهو انا وانا بلون هبقى فاكر ان اعلى قمه جبليه هي جبل سانت كاترين في مصر تمام. عندنا كلها، فاروح راسم باللون البني الغامق جبل سانت كاترين. طبعا دي طريقه جميله جدا تساعدنا كويس قوي، وعايز ناس بقى يكلمونا ويقولوا ان احنا عملنا الطريقه دي واستفدنا وفهمنا كويس قوي تمام. طيب نتكلم عن الخصائص الطبيعيه للبيئه الصحراويه. يعني ايه خصائص طبيعيه؟ يعني هندرس ايه في الدرس ده؟ هو درسنا ده هيمشي ازاي؟ هندرس موقع. يعني ايه موقع؟ يعني مكان الصحراء دي فيه بيحدها ايه، في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب.
طب مظاهر السطح زي مستر سميح ما قال، ايه الجبال، ايه الهضاب اللي عندي في الصحراء؟ المناخ، المناخ هنا عامل ازاي؟ موارد الميه، التربه، النباتات الطبيعيه والحيوانات البريه. الدرس بتاعنا متجزأ حسب الخصائص الطبيعيه للبيئه الصحراويه. هيا مستر نبدا بالموقع. طيب موقع يعني ايه؟ عايز اقول لكم الاول الموقع، طبعا لما تكبروا ان شاء الله السنه الجايه واللي بعدها هنقسم موقع لموقع فلكي وموقع جغرافي، بس النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها الموقع الجغرافي. يعني ناخد البيئه الصحراويه ونشوف الموقع بتاعها عامل ازاي. يعني مثلا نقسمها وناخد الصحراء الغربيه. تمام. استاذه فوزيه لسه قايله لنا من شويه ان مساحه البيئه الصحراويه كلها 96%. تمام. هتتقسم على ايه؟ هتتقسم على ثلاث حاجات. ركز. بصي كده اهو الثلاث صوابع دول، كبير، الوسط، الصغير. يلا نقولهم مع بعض. الصحراء الغربيه 68%. برافو عليك استاذه فوزيه. تمام. الصحراء، انا هقول لكم الصحراء وهي اللي هتقول الناس بالمس فوزيه. الصحراء الغربيه 68. الصحراء الشرقيه 22. شبه جزيره سيناء 6%. يلا نعملها مع بعض تاني. يلا كلنا كلنا يلا نعملها مع بعض اهو. اعمل ايدك كده اهو. الصحراء الغربية زي ما قلنا 68%. الصحراء الشرقية اللي في النص 22. وعندي شبه جزيرة سيناء 6%. الموقع بتاع كل جزء بقى، ناخد الصحراء الغربية نشوف. اول ما اقولك الموقع تقولي شمال، جنوب، شرق، غرب. تمام. على طول. طب هنسأل بقى استاذة فوزية، شمال، جنوب، شرق، غرب. طب نشوف البيئة الصحراوية، الصحراء الغربية، نركز فيها ونشوف الشمال ايه، الجنوب ايه، شرقها ايه، وغربها ايه. استاذة فوزية طيب هنمشيها بطريقتين، الاول هنشرحها وبرضو هنستنتجها تاني على الخريطة. تمام. يعني هنقولها كده مرتين. الصحراء الغربية بيحدها من الشرق ايه؟ من الشرق وادي النيل والدلتا. يبقى من شرقها وادي النيل والدلتا. طب غربها الحدود المصرية الليبية. يبقى هي بتقع الصحراء الغربية بين ايه وبين ايه؟ مين اللي في شرقها؟ وادي النيل والدلتا. مين اللي غربها؟ الحدود المصرية الليبية. طيب ايه اللي في شمالها؟ فوق. فوق يبقى ساحل البحر المتوسط. طب ايه اللي تحت جنوبها؟ يبقى دولة السودان. يبقى انا كده عملتها زي كأنها مربع زي مستر ميان، شرق غرب شمال جنوب. وانا عاده من وانا صغيره لما اجي احفظ حاجه او افهم حاجه امشي بالاتجاهات كده، يعني عاده ما بقولش شمال شرق جنوب غرب، بقول كده شرق غرب شمال جنوب. يعني انا احب ده، بيبقى اسهل ليا ان الحاجه تثبت عندي شويه. طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. في طلبه لحد دلوقتي مش بيعرفوا الشمال من الجنوب والشرق من الغرب. فاحنا عايزين نقول لهم ايه؟ اي خريطه قدامك بص لها، بص للخريطه كده وكانها مرسومه قدامك اهي. احنا جبنا واعمل علامه زائد. تمام. علامه، عارفين علامه الزائد كده؟ اعمل علامه زائد كده على المكان. فوق، فوق خالص ده الشمال. تحت خالص ده الجنوب. ايديك اللي بتاكل بيها وبتمسك القلم اليمين، ناس كتير بياكلوا باليمين وبيكتبوا باليمين، دي الشرق. اما ايدك الثانيه فهي الغرب. تمام. نقولها تاني. ها، شمال، فوق، جنوب، تحت، شرق ايديا اللي انا بكتب بيها، غرب ايديا التانية. طيب نشوف كده بقى على الخريطة مع الأستاذة فوزية، نستنتجها بقى. نبص كده هنمشي شمال جنوب شرق غرب. تمام. طيب احنا الشمال يعني فوق، فوق. ها، نشوف اللون اللبني ده، ده البحر المتوسط. يبقى شمالها البحر المتوسط، جنوبها تحت ادي جمهورية السودان. يبقى انا عندي فوق في الشمال البحر المتوسط، اه، وفي في الجنوب السودان اللي هي اللي تحت خالص. تمام. عندي بقى شرق زي المستر ما قال، ادي وادي النيل اهو باين، ايدك اللي بتاكل بيها وبتكتب بيها، والدلتا، وادي النيل والدلتا. تمام. وبعد كده ايه؟ الغرب اللي هي الحدود المصريه الليبيه. يعني ليبيا في الغرب. ايوه. وهي هي يعني هي الصحراء اصلا. اقول لحضرتك هيك، احنا مصر جزء من افريقيا، وطبعا هم عارفين كره افريقيا. فالصحراء الغربيه دي والصحراء الشرقية دي هي جزء من نطاق صحراوي كبير قوي اسمها الصحراء الكبرى. يبقى أنا عندي صحراء كبيرة قوي في أفريقيا اسمها الصحراء الكبرى. مصر خدت الحتة بتاعتها، بقية الصحراء فين؟ في بقية الدول. تمام؟ تمام. فالصحراء الغربية دي جزء من الصحراء الكبرى.
اللي هي ممتدة بقى في ليبيا وممتدة في تونس وفي الجزائر وفي دول تانية يعني أفريقيا. في تكملة للصحراء دي في ليبيا. هي ما خلصتش عندنا. لا ما خلصتش ده. في جزء عندنا في مصر وفي جزء في ليبيا وفي في الجزائر وفي في المغرب. كل دي اسمها الصحراء او الصحراء الكبرى كلها اللي في افريقيا. هدف ايوه تحديدا يعني هضبة الصحراء ايوه هضبة الصحراء الكبرى وهضبة افريقيا الشمالي. طيب احنا عرفنا الشمال والجنوب والشرق. لو احنا بصينا تاني تيجي نبص تاني على الخريطه مع استاذه فوزيه. هنبص على الخريطه تاني بسرعه تاني فوق مع استاذه فوزيه عشان خاطري قولها لهم تاني. شمال والجنوب والشرق والغرب عشان دي مهمه. تمام ادي الشمال فوق خالص فوق خالص اللون اللبني ده شايفه يا مستر. جميل ماشي ده ايه البحر. كمل بقى يا مستر المتوسط. برافو عليك. ننزل تحت على طول الضد بتاعه العكس تحت خالص عند كلمه مدرسه على الهواء. جمهوريه السودان. جمهوريه السودان تمام. الشرق عندي وادي النيل وحتى حضرتك قلت نلونه بالازرق ده. او ازرق شويه على اليمين. ودلتا النيل من فوق اهي يبقى ادي وادي النيل والدلتا هي الغرب. بس يمكن الصوره مش لقطاها كده. الغرب اللي هي الحدود المصريه ايه الليبيه. جميل طيب تمام كده. نتكلم بقى عن الصحراء الشرقيه. تمام هناخد برضو الموقع. يبقى احنا نمشي صحراء صحراء بالموقع بتاع حضرتك بقى تقولها. طبعا الصحراء الشرقيه عندنا انا بسميها الصحراء المزنوقه. يعني ايه الصحراء المزنوقه؟ خلي بالك افتكر كده الصحراء الشرقيه اللي هي الصحراء المزنوقه تحس ان هي مزنوقه بين البحر الاحمر وبين وادي النيل. تحس ان هما الاثنين زانقين كده عليها خانقين عليها الاثنين. طيب تعال نشوف مع بعض. خلي بالك انا لسه بقول لك بين ايه وبين ايه. بين البحر ها فين الاحمر ولا المتوسط في الشرق البحر الايه الاحمر. طب والغرب وادي النيل. يبقى شرقا عندي ايه؟ شرقا عندي البحر الاحمر وخليج السويس فوق. تمام. طب غربا ها موجوده ايه؟ خلي بالك وادي النيل في الغرب. طيب خلي بالك بقى. طب الشمال ما كملتش هي بقى ووصلتش للبحر المتوسط. وصلتش لفوق. الدلتا من فوق راحت ايه داخله عليها هي شرق الدلتا. هو تحديدا في وادي كده حتى هيلاقوه في الخريطه بس مش مطلوبه منه. وادي اسمه وادي عربه كده بس يعني ينتهي عنده يعني بلاش مش عايزك مش عايزك تعرفه قوي. الجنوب عندنا بقى تحت خالص حدود سياسيه مع دوله السودان. نقولها تاني مع بعض بقى. تمام. بس على الخريطه نشوفها مع بعض استاذه فوزيه. نشوف الخريطه الخريطه ونشوف الصحراء المزنوقه الصحراء الشرقيه. زي ما انتم شايفين حبايبي الشطار اهي الصحراء اللي في النص دي بين اللون الازرق او اللبني اللي هو البحر الاحمر وبين نهر النيل او وادي النيل التعبان اللي انا لسه قايل لكم عليه من شويه. زي ما انت شايف كده النقطة او الجزء الاصفر ده كل دي اسمها الصحراء الشرقية. طيب اوعى تكتب في الامتحان الصحراء المزنوقة اوعى. لا انا بفكرك بيها هي الصحراء الشرقية. طيب هنا شرقا البحر الاحمر وخليج السويس. شايفين خليج السويس الحتة اللي طالعة لفوق دي هي دي. طيب غربا وادي النيل. شمالا ها شرق الدلتا. اما جنوبا تحت خالص فدي طبعا جمهوريه السودان. عايز اقول لكم على حاجه لسه من شويه قلنا ان اللي في النص هنا عندنا الصحراء اللي في النص اسمها الصحراء الشرقيه اللي هي 22%. تمام. اخذنا الصحراء الغربيه 68%. انا بفكركم الصحراء الشرقيه 22% اللي هي الصحراء المزنوقه. هناخد بقى شبه جزيره سيناء وهنسيب الاستاذه فوزيه تشرحها لنا. طيب شبه جزيرة سيناء دي حبيبتي اللي هي الصحراء بقى اللي هي 6% الصغيرة. تمام. وهي يعني ليها شكل جميل وأرض عزيزة علينا والبوابة الشرقية لمصر وفيها استشهد جنودنا دفاعا عنها قوي حلوة. وتاريخنا كله ومنها بدأ كده معرفة النحاس والمعادن في العصر النحاسي الأول صح كده. فحاجات كتيرة جدا جدا شبه جزيرة سيناء حبيبتنا كلنا. طيب ناخد موقعها زي المستر ما قال شمالا فوق ها بحر متوسط جنوبا بحر احمر. طب دي سهله قوي بحر وبحر. يبقى البحر المتوسط فوق شمالا واللي تحت في جنوبا ده البحر. لسه بقى ده لسه سهله قوي. غربا خليج سويس وقناه سويس. الله دي كلها ميه خدت بالك عشان كده احنا قلنا ايه اسمها ايه شبه جزيره. يعني
يعني شبه جزيرة، يعني المية بتحيطها من ثلاث جهات بس. وأستاذ فوزية هي اللي هتقول لكم بقى ممكن على فكرة ثلاثة وممكن تبقى يعني لا هي غالبية ثلاثة يعني تحديدا يعني تحب تديكم المصطلح العلمي قوي يعني. طيب هي هنمشيها ثلاثة عشان مستر سامي لا عشان ما نلخبطهمش. طيب يبقى هي البحر المتوسط شمالا والبحر الأحمر جنوبا، خليج السويس وقناة السويس ايه غربا. طب نكمل خليج العقبة، حتى في الجزء الشرقي خليج العقبة، بس هنكمل جزء بري بقى اللي هو ايه الحدود المصرية الفلسطينية ده في الشرق. يبقى نقولها تاني، بحر المتوسط شمالا، بحر أحمر جنوبا، خليج العقبة والحدود المصرية الفلسطينية شرقا، خليج السويس وقناة السويس ايه غربا. طب تعالوا نشوفها من الخريطة، اهي اهي خريطتنا دي واضحة جدا واضحة جدا، ادي فوق شمالا البحر المتوسط، جميل، جنوبا مكتوب البحر الايه الاحمر، تمام، وعندي في الغرب خليج السويس وقناة السويس واضحة، وعندي كمان في الشرق خليج العقبة وكمان الحدود المصرية الفلسطينية. إذن وهي مساحتها زي ما قلنا 6%، أرض سيناء، أرض الفيروز، أرض غالية علينا جدا جدا، كل مصري بيعتز بيها. طيب يعني فعلا شمال سيناء وجنوب سيناء المحافظين دول بيعتبروا من يعني أنا من أجمل المحافظات إلى قلبي، وأنا ببقى سعيد جدا لما بسافر أي مكان من الأماكن دي، بنحس فعلا بقيمة الأرض دي وإزاي إن إحنا في حرب أكتوبر 73 دفعنا عنها واستردينا كل شبر فيها، وطبعا هنتكلم عنها في حرب أكتوبر 73 تمام. بس عايز أقول لكم كل التلاميذ اللي هناك، يعني عايزكم تكونوا فخورين جدا إن أنتوا جزء كبير أو جزء غالي من مصر الحبيبة، وكلنا طبعا معاكم في كل حاجة، وتابعونا دايما على برنامج بتاعنا تمام. عشان دايما نتواصل مع بعض تمام. طيب نشوف مع بعض أستاذة فوزية، إحنا خلصنا الموقع تمام، نتكلم بقى عن حاجة اسمها مظاهر السطح. أيوة. وقبل ما اتكلم عن مظاهر السطح انا عايز اقول لك معلومة مهمة قوي. مظاهر السطح، مظاهر يعني اشكال، السطح يعني سطح الارض. طيب يعني ايه مظاهر السطح؟ يعني في الجزء اللي جاي ده هنتكلم عن المناطق المرتفعة، أيوة، الجبال والهضاب والتلال، والمناطق المستوية شوية، وفي مناطق كمان ايه منخفضة، يعني شكل الارض عامل ازاي. طيب هنسأل بقى الاستاذة فوزية وهنخليها تكلمنا عن، خلي بالك بقى، مظاهر السطح في البيئة. ها هنبدأ بايه بقى؟ الصحراء الغربية. الصحراء الغربية ولا الشرقية؟ هنبدأ بالغربية. بالغربية، يلا تمام. نبدأ مع بعض استاذة فوزية. زي ما بدأنا في الموقع بالصحراء الغربية بنبدأ برضو بمظاهر السطح الصحراء الغربية. طب ممكن اقول ترجمة لمظاهر السطح بس كلمة صعبة شوية، بس هتلاقوها كتير، تضاريس. هياخدوها في سنه اولى اعدادي او ثاني اعدادي كتير. تضاريس، افتكر تضاريس يعني مظاهر سطح، تضاريس ده مرادفه تمام، عشان برضو لما حد يتكلم عن كلمه تضاريس قدامكم توش يعني ايه الكلمه دي. طيب مظاهر سطح الصحراء الغربيه زي مستر مقال، احنا عندنا مناطق مرتفعه جدا اللي هي الجبال. طيب انا عندي في الصحراء الغربيه يمكن فيها جبل واحد اللي هو جبل العوينات، فده هو المنطقة العالية اللي هناك، وده في أقصى جنوب غرب مصر، تحت خالص في الجنوب في الركن كده، هو بيمتد في ثلاث دول زي ما أنا قلت لكم من شوية، أصل الصحراء الغربية دي جزء من صحراء كبيرة قوي، فحتى جبل العوينات ده بيمتد في ثلاث دول، مش بيمتد في مصر بس، بيمتد في مصر وفي ليبيا وفي السودان تمام. على فكرة جبل عوينات ده من المناطق المهمة جدا جدا، هو يمكن بنسمع اسمه كتير اليومين دول عشان في مشروع جنبه اللي هو شرق العوينات، وده من المشروعات الاستصلاحية الجميلة، يمكن أنا شفت تقرير عنه امبارح في التلفزيون قد إيه كان جميل جدا. فالمشروع دي مشاريع مهمة قوي قوي قوي، وهي بتزود بتعمل لنا تنمية اقتصادية كبيرة. نرجع تاني بنقول جبال، جبال الصحراء الغربية، جبل العوينات في جنوب غرب مصر، بيمتد في مصر في ليبيا السودان. طيب الهضوب، انا عندي ثلاث هضوب، ثلاث هضوب، الثلاثه دول عليهم مظاهر سطح تانية. يعني ايه؟ يعني مثلا لو احنا قلنا ان المكتب اللي احنا قاعدين عليه ده هضبه، ففوقيها لابتوب وفوقيها كتب وفوقيها حاجات تانية. نفس الكلام انا عندي هضوب رئيسيه في الصحراء الغربيه، هنلاقي فوقيهم مظاهر سطح اخرى
تمام. ايه هم التلات هضاب الرئيسية؟ عندي هضبة مرمريكا في الشمال، وعندي الهضبة الوسطى، تمام، دي واخدة مساحة كبيرة من مساحة الصحراء الغربية، وعندي هضبة الجرف الكبير ودي في الجنوب، وتحديدا هتلاقوها مجاورة تماما او ملاصقة لجبل العوينات، وتشوفوها على الخريطة. ويمكن التدرج اللوني اللي انا قلت لكم اللون البني المختلف، هتلاقوا البني الغامق عند العوينات يقل سنة في هضبة الجرف الكبير، تمام، وبعد كده يتدرج في الهضبة الوسطى وهضبة مرمريكا. طب هل احنا معانا خريطة؟ معانا خريطة يا فندم، زي ما احنا اتفقنا احنا بنعمل كده، بنتكلم تقريبا. وبعدين بنستخرج الخريطة. تعال نشوف الكلام اللي احنا قلناه على الخريطة اللي قدام. ادي جبل عوينات تحت خالص، اهو ممكن تشاوريه كده بالماوس استاذة فوزية على المكان. جبل عوينات، ايوه تمام، اهو ايوه واضح فوق الكلمة بالظبط. وبعد كده انا عندي هضبة الجرف الكبير جنبها على طول، تمام. فاحنا كده خدنا ايه؟ اي هضبة الجرف الكبير بنسميها يعني هضبة جنوبية، موجودة فين؟ في الجنوب. طيب عندي بعد كده عندي الهضبة الوسطى، يمكن مش مكتوبة قدامكم لكن هي فوقيها مظاهر سطح اخرى مختلفة اللي هي قدامنا زي الواحات اللي هنتكلم عنها كمان شوية. وعندي بعد كده هضبة مرمريكا، هي تحديدا تحت منطقة مرسى مطروح، لو مكتوبة اسم المدينة عندنا مرسى مطروح، فدي موجودة عندنا هنا في المنطقة دي، منطقة هضبة مرمريكا. يعني احنا ممكن نقسمها لأستاذة فوزية، تمام، ان فوق خالص فوق خالص تحت كلمة مرسى مطروح او تحت مدينة مرسى مطروح دي هضبة اسمها هضبة مرمريكا، تمام. اما في الوسط الهضبة الوسطى، طبعا دي سهلة قوي. الوسط الهضبة الوسطى، انا ممكن اجيب لك خريطة دلوقتي. جميل. فيها هضبة مرمريكا. طيب في كمان بقى تحت خالص بقى أستاذة فوزية جنب جبل العوينات هضبة اسمها الجولف الكبير، تمام. يبقى انا عندي الجولف الكبير، نحفظها مع بعض، الجولف الكبير في الجنوب، في الوسط الهضبة الوسطى، وفي الشمال هضبة مرمريكا، تمام. دي طبعا اهم الهضاب اللي موجودة عندنا في الصحراء الغربية، تمام. طيب في كمان جبل العوينات، ده جبل مهم جدا، عايز اقول لك على معلومه مهمه لازم تاخد بالك منها. جبل العوينات بيقع في ثلاث دول، مصر وليبيا وايه والسودان. برافو عليك. ثلاث دول اللي هي عندنا محافظات الحدود عندنا، يعني دول جنب الحدود المصريه، السودان تحت وليبيا في الغرب ومصر، هتلاقي موجوده في الكورنر تحت كده جبل اسمه جبل ايه؟ جبل العوينات. خلي بالك عشان لما يجي يقولك مثلا يقع جبل العوينات في دولة مصر فقط، طبعا غلط، مصر وليبيا غلط، مصر وليبيا والسودان صح. خلي بالك. طيب شوف حاجة تانية، ممكن اقول لك حاجة برضو، بنعمل سؤال مثلا ده عن صح او خطأ، تقع هضبة الجولف الكبير في شمال الصحراء الغربية، طبعا دي عبارة خاطئة لان الجولف الكبير موجودة في جنوب او اقصى جنوب غرب مصر، تمام. امال ايه الهضبه اللي بتقع في الشمال؟ دي طبعا هضبه مرمريكا اللي موجوده في الشمال قريب من مرسى مطروح. وهنرجع برضو نبص تاني على ايه تاني، ايه هي الظاهرات اللي موجوده فوق الهضاب اللي في الصحراء الغربيه، تمام. اول حاجه عندنا المنخفضات، تمام. طيب هو انا عايز اقول يعني المنخفض يعني ايه، وهنتكلم عنه بالتفصيل. هي كلمة منخفض هي الأراضي، ماشي، الأقل منسوبا عن الأراضي المحيطة به، تمام. يعني أنا ممكن ألاقي أرض أقل منسوب أو أكثر انخفاضا، ماشي كده، من الأراضي اللي حولها. يعني مثلا ممكن نشبهها بحفرة، تمام، بس هي مش حفرة، هي مكان أكبر شوي. جزء من المنخفض ممكن ألاقي فيه أبار وعيون ومية جوفية، ففي الحالة دي يبقى واحة. ركزنا بقى في الحتة دي. طب يعني معنى كده أن الواحة جزء، عايز أقولك على حاجة، من المنخفض. هي الواحة دي يعني هي منطقة جوه في الصحراء؟ أيوة. طيب هي المنطقة دي فيها مية؟ أيوة، أبار وعيون. جميل. طب فيها زراعة؟ طب بدام في أبار وعيون يبقى هتقوم الزراعة. طيب يعني فيها ناس عايشين وبيربوا حيوانات؟ في طبعا هناك البدو سكان الواحات هناك، وعلى فكره يعني في ممكن نلاقي منهم ناس، في ناس بيتنقلوا من مكان لمكان، لكن بسبب ان الواحه فيها شبه استقرار شويه،
لان في ابار العيون فبيخلي في استقرار للسكان هناك. احنا عندنا كمان فيديو كنت عايزه اقول لحضرتك عليه بيتكلم عن الواحات وعن النباتات وعن لو مش موجود مع حضرتك دلوقتي ممكن احنا يعني شوف كمان الاخراج الفيديو لو معانا نقدر نتفرج عليه عن النباتات والحيوانات والسكان اللي موجودين في البيئه الصحراويه او في الواحات اشهرها الخارجه الداخله الفرافراسي والبحريه. موجودين عندنا خارجه داخله فرافراسي وبحريه الطريقه الجميله اللي حضرتك طبعا يعني بتعملها لنا دي بتاعت داخله خارجه فرافراسي وبحريه ده انا احفظها من سنه 5 يعني تخيلي من كام سنه من 25 سنه او 24 سنه. طيب احنا معانا الفيديو ممكن نتفرج عليه ونشوف الحيوانات والنباتات اللي موجوده في البيئه الصحراوية وحياة الناس هناك عاملة ازاي. تمام. طبعا ده احد الحيوانات اللي موجودة. ده الثعلب اللي موجود طبعا في البيئة الصحراوية اللي موجودة. طبعا وقطط البرية المتوحشة اللي موجودة هناك. طبعا هما يعني حشرات بقى وحيوانات زواحف وحشرات موجودة ومنتشرة في البيئة الصحراوية. طبعا بيكون المكان بتاعهم او الملاذ بتاعهم جوه الجبال وجوه الاماكن اللي هي بتكون اماكن جوه الجبال يعني اماكن المنخفضة جوه عارفة اللي هي زي الكهوف كده. ما هو في انواع من الحيوانات، في حيوانات تقدر تتحمل العطش زي الجمال وهنلاقيها في الواحات، وفي حيوانات سريعه العدو تجري زي ده. مثلا الارنب ده سريع العدو يستخبى في الجحر. وادي الجمل وده الجمال سفينه الصحراء ده طبعا ده اساسي في الصحراء الجمل بيستحمل العطش تمام، وبيقدر الخف بتاعه بيقدر يدوس بيه على الرمله يعني يقدر يدوس في الرمله فعشان كده يقدر. سبحان الله ربنا خلق الكائن ده او خلق الحيوان ده عشان يعيش في المكان ده. تمام. يعني حتى انا عرفت كمان ان بيخزن الميه جوه السنم بتاعه عشان يقدر ان هو يتحمل العطش فتره كبيره. دي الزواحف منتشره. وده الغزال زي ما احنا قلنا اللي هو سريع العدو يعني بيقدر يجري ويستخبى. تمام. وماعز باشكال الماعز الجبلي ده باشكال مختلفه. تمام. ده بقى انواع تانية من الحشرات اللي موجودة هناك بيكون حياتها هناك دايما في البيئة الصحراوية. تمام. هي سبحان الله بتقدر تعيش في هذه المناطق. تمام. طبعا صورة طبعا ده ارنب. ارنب بيجري تقريبا. بيجري طبعا من الفريسة او من الحيوان اللي هيفترسه. وطبعا بعض الطيور اللي يعني بتبقى موجوده بس مش كتيره طبعا في البيئه الصحراء. انا بشكر جدا فريق الاعداد طبعا اللي عمل لنا الفيديو الجميل والصور الحلوه دي. متتخيلش الصور دي مهمه للطالب ازاي. طبعا طبعا يعني عايز اقول لك على حاجه، لو في معلومه وقفت معاك ادخل على النت على اليوتيوب واكتب اي حاجه هيظهر لك صور وفيديوهات ومعلومات هتلاقي المعلومه بقت بالنسبه لك سهله جدا. تمام. طيب نرجع تاني اتكلمنا عن المنخفضات وزي ما قلنا ان المنخفض هي اراضي اكثر انخفاضا عن الاراضي المحيطه بها، بيبقى جزء منها زي ما شفنا قبل الفيديو فيه ميه جوفيه ابار وعيون فبتبقى واحه. معنى كده ان في منخفضات ممكن ما الاقيش فيها واحات زي منخفض القطاره. منخفض القطاره دي اكبر المنخفضات اللي في الصحراء الغربيه. منخفض القطاره فيه مناطق وصلت انها اقل من مستوى سطح البحر عشان كده بنلاقي جواه بعض المستنقعات والاملاح. تمام. هو مش مستغل. عندي الكثبان الرمليه. يعني ايه كثبان رمليه؟ كثبان رمليه تكوينات رمليه عظيمه نقلتها الرياح هي اللي حركتها وكونت اشكال مختلفه. عندي كمان زي ما اتفقنا كده الواحات وحفظناها، انا بقولها دايما خارجه داخله فرافرة سيوة بحريه. لا انا ليه طريقه تانية. داخله خارجه فرافره سيوه بحريه. هي دي بتبقى سهله. كل بقى مدرس وليه الطريقه بتاعته. ماشي. طيب. وزي ما شفنا يمكن عندنا معلومه اسرائيليه منخفض القطاره اكبر منخفضات البيئه الصحراويه اللي مساحته بتوصل ل 20,000 كيلو متر مربع. في كمان في الكثبان الرمليه لو احنا رجعنا استاذه فوزيه وشفنا انا عايزه اجيبها له على الخريطه هنلاقي حاجه اسمها بحر الرمال العظيم. خلي بالك اول ما تسمع كلمه بحر على طول دماغك تروح فين؟ ها تقول ايه ده بحر؟ هو في بحر في الصحراء؟ طب الميه بتاعته ايه؟ عذبه ولا مالحه؟ الكلام شاور عليه بالماوس هنا في المنطقه دي. بحر الرمال العظيم هنا في المنطقه دي لقب بحر عشان هو مساحه كبيره جدا. بحر الرمال العظيم مساحه كبيره من الرمال ودي طبعا بتشترك او بحر الرمال ده موجود بين مصر وبين ليبيا، على فكره هو ما فيهوش ميه.
يعني هو مش بحر يعني فيه مياه، لا هو بحر يعني مساحه كبيره قوي، عشان محدش يضحك عليك ويقول لك بحر مال العظيم ميته مالحه ولا عذبه، ده بيحصل خلي بالكوا. وتفضل تقعد تفكر ايه ده بحر مال العظيم، هو فيه بحر ميته عذبه اكيد مالحه، لا طبعا بحر مال العظيم ما فيهوش مياه، دي طبعا مساحه كبيره من كثبان الرمليه، وبتشترك او بيبقى موجود بين دوله مصر ودولة ليبيا. طب نشوفها على الخريطة. طيب تمام، هي الموجودة قدامنا يمكن شاورت عليها هنا، ادي في المنطقة اللي جنب كلمة الغربية تحديدا يعني، او تحت منخفض سيوة اهي في الحتة دي كده، ده بحر الرمال العظيم. اضيف بس كلمة على كلمة بحر الرمال، هي رمال كونتها رياح بنسميها رمال سائبة، عارف يا مستر سائبة دي لانها رمال متحركة، حضرتك عارف رمال. انا كنت اتفرجت زمان على فيلم بتاع عنتره بن شداد لما بس ده كان في الربع الخالي بقى، فيش بس في زيه في شبه جزيره العربيه، رمال سايبه يعني الواحد لو وقف عليها تلاقي الرمال بتنزل انت لتحت كده وبتتسحب لتحت، طبعا دي بيسموها الرمال المتحركه. الرمال المتحركه هي خطر جدا، وعشان كده هناك بتبقى فيه خطوط طرق معينه، الناس او السيارات اللي بيعملوا سفاري هم بيمشوا فين، لان المنطقه دي منطقه خطر، مش اي حد بيمشي فيها من غير دليل، يعني في طرق معينة انها خطر جدا جدا. طيب احنا اتكلمنا عن الظاهرات بتاعتنا، بس عايزين بقى نرجع ما المقصود. جميل، احنا شرحناها، تعالوا بقى نقولها ما المقصود. ما المقصود بالمنخفض؟ هي جزء من سطح الارض يقل مستوى عن الاراضي المحيطة به، يبقى جزء من سطح الارض مستوى الارض بتاعته اقل مستوى، زي ما قلنا افتكروا الحفرة، تمام، عن الأراضي المحيطة ايه بيه، ممكن يبقى عن الأراضي المحيطة بيه، ممكن يكون عن كمان مستوى سطح البحر في بعض المنخفضات زي منخفض القطار. طيب الكثبان الرملية يا مستر. طبعا الكثبان الرملية عندنا بتبقى عبارة عن تجمعات من الرمال الكبيرة كتيرة جدا بتتراكم بسبب الرياح، لان الرياح لما تهب من مكان الى مكان اخر ممكن تكون رياح محملة بالأتربة وبالرمال، طبعا عشان دي حاجه بصفه مستمره، فتلاقي كل يوم في ترسيب، في عوامل تعريه، فتلاقي في هواء كتير جدا كل يوم في المكان ده، فطبعا تكونت هذه الكثبان الرمليه بسبب الرياح، لان هي بتنقل الرمال من مكان الى مكان اخر. طيب الواحات استاذه فوزيه بقى، هي عباره عن ارض منخفضه برضه بالصحراء، يبقى ايه زي المنخفض تمام، تقوم بها زراعه على ايه بقى، على المياه الجوفيه اللي هي تيجي عن طريق ايه، يا اما ابار يا اما عيون. انا عايزه افكركم قبل كده، انا اتكلمتكم في الترم الاولاني عن الفرق بين الابار والعيون. الابار الانسان هو اللي بيقوم بحفرها بنفسه، بيقوم بحفرها بنفسه، بيستخدم ممكن الات بسيطه او الات احدث شويه في استخراج الميه من الابير وبيسقي بيها الزرع. لكن العيون ده انفجار او انبثاق للميه من باطن الارض الخارجه دون تدخل الانسان، ودي نعمة كبيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى اداها عندنا، هنلاقي فيه منها كتير العيون دي في الواحات المصرية، في شبه جزيرة سيناء عيون موسى على سبيل المثال، في موجودة كتير العيون، عندنا عيون الكبريتية في حلوان، عندنا عيون كتير قوي، مظاهر السطح عندنا جميلة جدا يا مستر سامي. تمام، طبعا استاذة فوزية انا بشكرك جدا على الحلقة الجميلة دي، ربنا يخليك. وطبعا احنا حلقتنا انتهت، ولكن درسنا لسه مخلص، ان شاء الله باذن الاسبوع القادم مدارس هتبدا، نركز كويس، نجيب كشكول كده، كتاب او كراسة كده نكتب عليها كده برنامج مدرسة على الهواء، دراسات جميلة. اجتماعية عشان تكتب كل الحاجات المهمة اللي احنا هنقولها، ويبقى معاك كتاب المدرسة عشان هنعلم على حاجات مهمة، وهنقولك على تدريبات لازم تحلها من الحلقة الجاية، خلي بالكوا فيه واجب كل حلقة ان شاء الله. طب مش هتديهم واجب؟ ايه؟ مش هتديهم واجب؟ هنديهم واجب بس النهاردة، هديهم سماح النهاردة مش هنديهم واجب، لسه ما بدأتوش الدراسة، ان شاء الله هتبدأ بإذن الله الأسبوع الجاي، خلي بالكوا في واجب كل حلقة، وهنشوف مين هيكلمنا وهيقول لنا حل الواجب ازاي. تلاميذنا الشطار كنا مبسوطين جدا معاكم، حلقتنا خلصت، الدرس ما خلص، هنتقابل ان شاء الله الحلقة الجاية ونكمل درس الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية، والى اللقاء.